رئيس حركة النهضة يستنكر أحداث الشعامبي ويدعو إلى التوقف عن المزايدات. منظمات من المجتمع المدني تنظم تظاهرة لمساندة أهالي الجسرين. عالميا الجيش السوري يحاول إعادة السيطرة على مدينة حلب. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال مؤتمر صحفي استنكاره للإرهاب الذي يجري حاليا بجبل الشعامبي، داعيا في نفس الوقت إلى الكف عن المزايدات واستغلال ما يجري. نهل الحبشي، محمد علي بوليلا. أدان اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأحداث التي تعرفها منطقة الشعامبي، واستنكر اللجوء للعنف واستعمال السلاح للإضرار بالبلاد، داعيا في الآن ذاته إلى التوقف عن المزايدات واستغلال ما يحدث حزبيا. كان الجيش الوطني والشرطة التي تكابد عناء شديدا في ملاحقة هذا الطيش وهذا الإرهاب، كاننا نضحي بهم فقط من اجل التغطيه عن الحجز. مع هذه الظاهره وفي حاله الحرب ينبغي ان تنتهي المزايدات. في حاله الحرب تقف السلطه والمعارضه والمجتمع المدني كل صفا واحدا وراء قوته المسلحه. هكذا في الحكومات الديمقراطيه. وربط الغنوشي خلال هذه الندوة الصحفية بين ما يحدث من إرهاب في جبل الشعامبي وتعطيل للتنمية والشغل الذي تشهده البلاد على حد تعبيره. ربطا غير مباشر لا شك، ولكن قطع الطرقات وتعطيل المصالح الكبرى مثل مصلحة الفوسفات والإضرابات العشوائية وتعطيل الشغل، هذا يولد أزمة اجتماعية تفرخ للإرهاب وللإجرام عموما، سواء إجرام باسم الدين أو إجرام لتحقيق مصالح فردية، تحتاج إلى معالجات مركبة تدخل فيها التنمية ويدخل فيها الحوار ويدخل فيها الثقافة ويدخل فيها الدين ويدخل فيها الأمن، كل واحد يقوم بدوره، ويدخل فيها الصحافة، أنتم لازم تقوموا بدوركم. وأرجع رئيس حركة النهضة الإرهاب الذي تشهده تونس اليوم إلى الفراغ الذي تركه التعليم الزيتوني والسياسة التي اتبعها النظامين السابقين. الآن مش كل اللي عندنا نحن مشاهد يرد. ما عشان. لماذا؟ لأنه جامع زيتونة تم نسبه ضمن الحداثة المغشوشة التي جاء بها مرتبة وتبعه من عنين. ولذلك هم مسؤولين عن انتشار الظاهرة السلفية في تونس لأن هناك فراغ والطبيعة تكره الفراغ. النهضة حاولت تمنع الفراغ هذا، ولكن هي أيضا يعني تم ضربها على قريبة ومن عنين فكان هناك فراغ. هذه الظاهرة نشأت في التسعينات في غياب النهضة وبديلا عن النهضة، ووجدت التشجيع من نظام بن علي لتحل محل النهضة. فوقع تشجيع السلفية ووقع تشجيع الشيعة. رصدت كاميرا حنبعل بقسم الأخبار انطباعات الشارع التونسي والنقابيين الأمنيين حول ما يجري من أحداث إرهابية على الحدود بجبل الشعامبي، حيث أدان الجميع عمليات الإرهاب مطالبين بتحسين ظروف عمل الأمنيين وتغيير قانون مكافحة الإرهاب. نهل الحبشي، محمد علي بوليلا. لا يعد الإرهاب ظاهرة حديثة ببلادنا، وتشهد عديد الأحداث السابقة على الخطر الذي صار يهدد أمن تونس واستقرارها، والتي من بينها أحداث مركز الأمن سندس سنة 1995، والتي ذهب ضحيتها 8 أعوان، إلى جانب أحداث جربة سنة 2001 وأحداث سليمان وصولا إلى أحداث الشعامبي، كلها أحداث أثارت ولا تزال قلق الشارع التونسي الذي عبر عن تخوفه من مستقبل مجهول. اللي صار في تونس هذا غريبة، يعني ولا يتمنى حتى ما صارتش الثورة، تقولش عليها ما صارت الثورة يا جملة واحدة، صارت فوضى. مش حكاية هذه، الأكثرية معناها تحس اللي فما ما نجمش نقول فما حاجة مش مفهومة ولا حاجة نقطة غامضة في الحكاية هذه، أما الفائدة أنه معناها يقضيوا الحكاية هذه في أقرب وقت. يهدد التونسي بصفة عامة، هو التونسي ولا يمشي في الشارع ولا يخاف على روحه. بالنسبة لتونس نقولوا ربي معها ولا باس، معناها يلزمنا نخموا إيجابيا وما ثم كان الخير، وهذا مشواذ
ما اكيد ما تساعدهمش الاستقرار وما يساعدهمش تطور بلادنا وتحسن بلادنا. المهم نفكروا ايجابيا وربي مع تونس. ويظل رهان الجيش الوطني وقوات الامن حمايه الوطن والذود عن حرمته في انتظار تغييرات ملحه واكيده على مستوى ظروف عمل الامنيين. احنا ما تونس ما نخدموا خدمه وما نقدموا الا ما ناكلوا ضربه. كلينا ضربه 95 والاعتداء على مركز حدود صندس، طورنا الحدود وبدينا نبنوا في مراكز نموذجيه، لكن مازلنا ما بلغناش حتى ربع متاع انسان الحدود. احنا مشينا في استاجات لبرا في الخارج وشفنا كيفاش في امريكا الحدود نتاعها. لابد من توفير لرجل الامن الاليات القانونيه والمعدات والظروف الملائمه للعمل لمجابهه الظاهره هذه، ثم بعد ذلك تقع محاسبه الرجل هذا هل انه العمل نتاعه كان مجدي، كان فعال في التصدي للظاهره هذه ام لا. في ظل ما يهدد تونس من ارهاب ينبغي تكاتف جميع الاطراف من حكومه ومعارضه ومجتمع مدني وارساء منوال تنميه عادله ووضع تونس نصب اعيننا. عبرت عديد الجمعيات المدنية من مختلف ولايات الجمهورية عن مساندتها لأهالي القصرين في هذا الظرف العصيب الذي تمر به المنطقة، حيث تحولت إلى هناك وأحيت تظاهرة فنية رحب بها الأهالي وثمنوها مرددين شعارات مناهضة للإرهاب. أبو بكر الجمودي، جاد المنصري. تحولت عديد الجمعيات من المجتمع المدني من مختلف ولايات الجمهورية إلى مدينة القصرين، وذلك للتضامن ومساندة أهالي الجهة وخاصة المؤسسة الأمنية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. القصرين حرة حرة والإرهاب على برة. القصرين حرة حرة والإرهاب على برة. وقد عبرت هذه الجمعيات عن عميق مساندتها لكل أهالي القصرين، وعبروا عن وقوفهم قلبا وقالبا مع أبطالنا الذين يحرسون حدودنا لتأمينها من خطر الإرهاب. الضربة اللي بدأت في شعام بيرا تمس تونس الكل وتمس المجتمع المدني، والمجتمع المدني قال كلمته بكل وضوح وبكل صراحة، لا للإرهاب، لا للإرهاب بكل أشكاله. وإحنا مش نحاول نتحركوا لتونس كاملة، يعني كل حاجة تصير اليوم تنجم تنتهك في حق الإنسان ولا في الحريات ولا يمس من أمن البلاد والعيش السليم للمواطن التونسي باش نتحركوا له. يعني بدأت هي في حركة ارتجالية بالمجموعة من الفنانين وجمعيات مجتمع مدني، وبشوي بشوي باش نحاولوا نكونوا ائتلاف يحرك. احنا اليوم كفنانين ولا كمبدعين كيفاش نجم نأثروا على صاحب القرار وكيفاش نجم نقولوا اللي رانا موجودين وندوا بتوع الأحداث العنف اللي قاعدة تصير. أنا مضامنين الناس كل مع تونس ومع جبل شعامبي قصرين. جينا مع المعهد العربي لحقوق الانسان باش نتضامنوا مع اخواننا في القصرين باش نعرضوا برشا انشطه. الجميع غنى ورقص على انغام الفنانين والمثقفين الذين تحولوا الى القصرين للتاكيد على ان هذه المدينه تبقى دائما قلعه للنضال وعاصمه للشهداء. طالبت التنسيقية الجهوية للأحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس خلال اجتماع طارئ عقد لتدارس الوضع الأمني بالبلاد، طالبت بتفعيل الأمن الجمهوري المحايد وتفعيل مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الأمنية للتصدي لظاهرة الإرهاب. كريم مقني، زياد بكور. عقدت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس مساء أمس اجتماعا طارئ بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعت إليه عديد المنظمات والهيئات المهنية كالاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين وجمعية القضاة ونقابة الأمن الوطني وغيرهم، وذلك لتدارس الوضع الأمني في البلاد عقب الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية القصرين. تصدي للإرهاب، التصدي للقتل، التصدي معناتها للفوضى العارمة، تستوجب من المجتمع المدني أنه يتيقظ وأنه يوقف وأنه يقوم بمبادرات في اتجاه معناها جلب كل المواطنين التوانسة إلى اتخاذ معناتها مسؤولياتهم كاملة. نجم نقاوموا الإرهاب إذا كلنا نحطوا اليد في اليد في الصفوف الأولانية بالطبيعة الأمنيين من شرطة وحرس وجيش، ومساندة إذا ما تكونش بالكلام وبالتنبيد، مساندة بالفعل من جميع مكونات المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد من أحزاب ومنظمات وهيئات وطنية. وطالبت التنسيقية الجهوية للأحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس المجلس الوطني التأسيسي بدسترة الأمن الجمهوري المحايد
وتفعيل مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الأمنية، كما طالبت في بيانها الحكومة بتمكين الوحدات الأمنية والعسكرية من التجهيزات والمعدات اللازمة للتصدي لظاهرة الإرهاب. ثم مقترح بيان مشترك، ثم وقفة مساندة للأمنيين اللي باش يعملوها نهار الجمعة في مسيرة، ثم كيف الحضور وتأثيث المؤتمر الوطني من أجل العنف، وثم مبادرة جديدة اللي هي مؤتمر ضد الإرهاب أصلا، يعني هذا المقترح الجديد تقريبا اللي يلزم تمشي فيه تونس الكل. عمد صباح اليوم المئات من عمال شركة جال إلى إغلاق كافة مداخل المنطقة الحرة بولاية بنزرت، وقد منعوا عمال مصانع المنطقة المذكورة وشركائهم من الدخول مباشرة أعمالهم. وكان مجمع جال لصناعة الأحذية الذي يشغل قرابة 4000 عامل من تونس قد قرر تجميد نشاطه بالكامل في تونس حسب بلاغ أصدره الأربعاء. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة عبر الهاتف الرئيس المدير العام لشركة جال السيد كريم المرزوقي. سيد كريم، أهلا بك. أهلا. ما حقيقة غلق مجمع جال؟ احنا في الحقيقة ما غلقناش مجمع جال، بالعكس معناتها جال جروب متمسكة بالعمل ومتمسكة باش تقعد تخدم في تونس، لكن لقينا بعض الصعوبات اجتماعية في الفترة الماضية وقاعدين نبذل في كامل المجهودات باش نحاولوا نتجاوزوها. ما هي هذه الصعوبات سيد؟ والله مجمع جال جروب هو في الحقيقة معناتها ثم مشروع متاع هيكلة للمجمع الكل بصفة عامة مع الحفاظ على كامل العمال متاعه في منطقة منزل بورقيبة ولا في منطقة منزل جميل من ولاية بنزرت. وصلنا معناتها في مشاورات معناتها متقدمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، للأسف في الفترة الأخيرة تعطلت شوية هذه المشاورات، وعنا منذ تقريبا 3 أسابيع واحدة قعد معناتها من نجم نقوله من نجموش ندخلوا لها محتجلة نوعا ما. نعم. وصارت معناتها بعض المشاكل في العمل بصفة عادية، من اللي خلى معناتها المجمع يخسر معناتها حرفاء ويخسر معناتها رقم معاملات، وهذا معناتها خلينا الأجور متاع شهر أبريل معناتها باش تصرف كما يقولوا بتأخير، وهذا علاش معناتها عمال مصنع اللي في المنطقة الحرة واللي عند الجميل متخلقين من الوضع الاجتماعي هذا وعلى مستقبل الشركة. نعم. ووقفت معناتها الوحدات متاع سيد كريم المجمع. متى ستعيدون فتح المجمع؟ احنا ماذا بينا اليوم قبل الغدوة احنا ندعو. ما هي أسباب عدم الفتح؟ والله قلنا معناتها تم صعوبات اجتماعية واحنا نحب نستنوا الفرصة هذه باش نقولوا العمال متاعنا الكل معناتها في كامل الوحدات باش يلتحقوا بأماكن العمل متاعهم، واللي معناتها مشاورات معناتها مازالت معناتها متواصلة على الأصعدة الكل باش نحاولوا نلقاو حل معناتها في أقرب وقت بقدرة الإله معناتها في النهارين هذوما. الوحدة اللي هي متاع جالفوس اللي تم معناتها بعض الصعوبات الاجتماعية باش نحاولوا كيفاش نحلوها. نعم. احنا ماذا بينا من اليوم الناس كل ترجع تخدم. نعم. سيد كريم المرزوقي كنت معنا، شكرا لك. شكرا. من جهة أخرى أدانت بعض مكونات المجتمع المدني المؤسسة لعهد تونس للحقوق والحريات على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والهيئة الوطنية للمحامين ما اعتبرته إقرارا لحقوق والحريات في المسودة 3 للدستور باليد اليمنى وتضييقا عليها باليد اليسرى. سهير جعفرة، ملاك بن عبيد. تعبيرا عن موقفه الرافض لبعض صيغ مشاريع قوانين الحقوق والحريات بالمسودة 3 للدستور، حذر عميد المحامين شوق طبيب من محاولات الالتفاف على الحقوق في الدستور الجديد الذي اعتبره إعادة إحياء لدستور 59. أهم المشاكل اللي كانت دستور 59 هو أنه كان يعطي ويكرس بعض الحقوق، الحق في الإعلام، الحق في التنظم، الحق النقابي إلى غير ذلك، ثم في نفس الوقت يحيل هذه الحقوق أو يحيل تنظيمها إلى القانون. الحقوق الفئوية هذه، حقوق مرأة أو حقوق فئة معينة أو ماجيش في الدستور. الدستور يعمل قواعد عامة ما تتعلقش بحقوق فئوية أو طبقية لبعض الناس دون الناس، فهذا هو الدستور معبي بالحقوق والحريات، أما صياغته غير دستورية بالمرة.
مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان بدوره اعتبر المسودة الثالثة للدستور نتاجا للتجاذبات السياسية أكثر منها تعبيرا عن الحقوق الكونية للإنسان. الاختلاف مهم وضروري في صياغة الدستور، الحوار مهم، التفاوض مهم، لكن التجاذب هو الاختيار. مشروع دستور 22 من أفريل 2013 يتضارب حسب الخبير القانوني وحيد الفرشيشي مع المسودتين الأولى والثانية في إقرار جملة الحقوق والحريات من جهة، ومع المعاهدات الدولية التي صادقت تونس على أغلبها من جهة أخرى. عوض نقول للمواطن أو للإنسان الحق في كذا، وهذه الأصل نقول تضمن الدولة الحق في كذا، وهذا علينا نتوخى الحذر منه، لأنه الأصل ضمان الحق والحرية من أول إقرارها ثم ضمانها، وهذا نلقاه في العديد من الحقوق والحرية. النقطة المولية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والتحكم فيها، نلقاه أن المسودة اللي فاتت متاع 14 ديسمبر 2012 كانت تحكي على وجوب التحكم الرشيد والتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية والتوزيع العادل لها، هذا اختفى من المشروع الحالي. قد تجتمع مختلف مكونات المجتمع المدني على جملة الإخلالات التي تتضمنها قوانين الحقوق والحريات بالمسودة الثالثة للدستور، لكن تفعيل هذه القوانين يبقى وإن أقرها الدستور رهن مراقبة التجاوزات الميدانية لهذه الحقوق. نظم مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ ملتقا علميا على مدى يومين بكلية الحقوق والعلوم السياسية، طرح خلالها المجتمعون سبل إصلاح مرفق القضاء. محمد علي العياري، راشد بن صابر. أشرف مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ على ملتقى علمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، تناول موضوع إصلاح مرفق القضاء، مرفق حيوي قد يستغرق إصلاحه مدة زمنية ليست بالهينة. الملتقى هذا يندرج ضمن أعمال مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ، وهو مخبر تابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية. رأينا من الصالح عندها طرق موضوع إصلاح مرفق القضاء، معناتها من ناحية ربما لم يقع طرقها من قبل، لأن التوجه العام لهذا الملتقى هو إصلاح مرفق القضاء دون الخوض في ربما المسائل السياسية التي تتعلق بهذا الموضوع، وأردنا أن نبحث في هذا الموضوع من ناحية موضوعية بحتة. عندما تتدخل السلطة التنفيذية في سير القضاء، وعندما يصبح القاضي تحت مطرقة رجل السياسة، وعندما تباع الأحكام القضائية وتشترى، عندها يصبح الحديث ملحا عن استقلالية القضاء وضرورة تحييده تماما عن السلطة التنفيذية. استقلالية للقضاء حتى لا يقع معناتها التدخل في السير العادي للقضاء، وبطبيعة الأمر ربما معناتها القضاء كان يعاني قبل ثورة عدة مشاكل هامة متمثلة خاصة في تدخل السلطة التنفيذية في سير القضاء. الإصلاح ليس ظاهرة تونسية، هو الإصلاح ظاهرة دولية عالمية، حتى في أعتى الديمقراطيات مطلب الإصلاح مطلب يوميا. منذ مدة في فرنسا هناك مقالات على رفع اليد عن القضاء الفرنسي. إن إصلاح مرفق القضاء يتطلب تحديد ضمانات عدة لتحقيق الاستقلالية المنشودة للقاضي، باعتبار أن هذه الاستقلالية هي ضمان إرساء الديمقراطية كخيار مجتمعي خاصة بعد ثورتنا المجيدة. هذا من ناحية، كما يتطلب مرفق القضاء من ناحية أخرى الضمانات التي يجب أن تعطى للقاضي عند مباشرته لوظيفته السامية المتمثلة في فصل الخصومات. النيابة العمومية كذلك في نظر مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ يجب أن تكون مستقلة. من المعلوم أن النيابة العمومية هي تابعة للسلطة التنفيذية، فهي بطبيعة الأمر تقوم بإثارة الدعوة العمومية وتقوم بتسييرها، ولكن مع ذلك فإن للنيابة العمومية دور ولها مهام يجب أن تكون مستقلة
عن الاختيارات ربما الظرفية والسياسية للدولة. إصلاح القضاء ونزع غشاوة التبعية للسلطة التنفيذية وما بينهما من جدل ونقاش حول السبل الكفيلة بتحقيق استقلالية فعلية للقضاء تبقى رهينة تحرك القضاة أنفسهم ورغبة سياسية جادة ووقفة لمجتمع مدني فعالة. على غرار نحو 100 دولة تعتمد التعديل الذاتي في إصلاح المنظومة الإعلامية، دعت نقابة الصحفيين خلال ندوة صحفية ظهر اليوم إلى إرساء مجلس للصحافة المكتوبة والإلكترونية بتركيبة تشمل أهل القطاع من صحفيين ومديري مؤسسات لضمان الالتزام بميثاق الشرف في نقل المعلومة. سهير جعفر، ملاك بن عبيد. إرساء هيئة تعديلية للصحافة المكتوبة والإلكترونية كان محور الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. هذا المجلس هو عادة يضم أهل المهنة سواء كانوا صحفيين أو أصحاب مؤسسات، وهناك اتفاق مبدئي كما لاحظنا لدى الصحفيين أيضا أصحاب المؤسسات على ضرورة إنشاء هذا المجلس الذي هو يندرج ضمن آليات التعديل الذاتي، يعني أصحاب المهنة هم من يعدلون المهنة وهم من يراقبوا كيفية أداء الصحفيين. مجلس الصحافة الذي يهدف حسب النقابة إلى إرساء قواعد التعديل الذاتي على الصحافة المكتوبة والإلكترونية اقتداء بالتجارب الأجنبية في إصلاح المنظومة الإعلامية هو في الواقع محاولة لتجذير حرية التعبير في المجتمع. هو هيئة تلعب دور الوساطة بين المواطن يعني من يرسل المادة الإعلامية ومن يتلقيها، لأن المتلقي هو طرف في العملية الاتصالية ويجب أن يتحمل مسؤوليته ويشارك في هذه العملية، يعني عوض اللجوء مباشرة إلى القضاء وعوض أن يصبح شغل الشاغل للمؤسسات الإعلامية والصحفيين هو يعني الذهاب إلى المحاكم ومتابعة القضايا، يحاول مجلس الصحافة أن يلعب دور الوسيط ما بين المواطن وما بين المؤسسات الإعلامية لإصلاح عملية اتصالية ولو شئنا لخلق قناتها، أي أن يعني نكرس أخلاقية المهنة، يعني عملية اتصال لابد أن يعني تخضع لأخلاقية المهنة والأهم من هذا كله لميثاق الشرف. تختلف الهيئات التعديلية للقطاع الإعلامي وتتعدد حسب الاختصاصات والتراتيب المعمول بها دوليا ومحليا، لكن هاجس القطع مع صورة وزارة الاتصال في شكلها الرقابي يبقى واحد. إلى أخبارنا العالمية، حيث استعاد الجيش النظامي السوري عدة مواقع جنوب حلب، كما نفت جهة النصرة في بلاد الشام إصابة قائدها محمد الجولاني بجروح، وذلك خلافا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. تأتي هذه التطورات مقابل تأكيد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يكون جزءا من الحكومة الانتقالية في البلاد. تفاصيل هذا الخبر وبقية الجولة العالمية في هذا التقرير لعبد المجيد الغندور. استعاد الجيش النظامي السوري عدة مواقع جنوب حلب بعد أن دفع بتعزيزات إلى المنطقة حيث دارت اشتباكات عنيفة مع الجيش الحر، رغم أنها لم تتمكن بعد من السيطرة على الطريق الدولي الذي يربط بين منشآت عسكرية استراتيجية تقع في الغرب ويحاصرها الجيش السوري الحر منذ عدة أشهر. وفي غضون ذلك قالت مصادر في الجيش الحر إن الأمم المتحدة سحبت ما تبقى من قواتها على خط الاشتباك مع الجولاني المحتل، حيث احتجز مقاتلون معارضون 4 من جنودها، في حين نفت جبهة النصرة في بلاد الشام إصابة قائدها محمد الجولاني بجروح خلال قصف سوري على ريف دمشق، وذلك خلافا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. جدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تأكيده على أن بلاده ما زالت ترى أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يكون جزءا من حكومة انتقالية في البلاد، في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لعقد اجتماع الاثنين المقبل لبحث الصراع في سوريا. أعطت إسرائيل موافقتها على بناء 296 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله في الضفة الغربية. يأتي هذا خلافا لما صرح به نتنياهو إثر لقائه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري
بكبح جماح بناء المستوطنات في شرقي القدس. في المقابل عبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قلقه إزاء هذه المستوطنات، معتبرا إياها محاولة لتخريب الجهود الأمريكية لإحياء عملية السلام بين الطرفين. تعتبر انتخابات السبت المقبل في باكستان، والتي تجري في جو أمني متوتر، حيث من المتوقع أن تشهد تنافسا قويا وسط الأحزاب السياسية التقليدية بينها وبين المرشح عمران خان الذي يجتذب الطبقة المتوسطة والشباب. تأتي هذه الاستحقاقات الانتخابية وسط تهديد إسلامي طالبان، حيث أسفرت هجمات المتمردين على الحملة عن مقتل أكثر من 100 شخص، وأجبرت الأحزاب الرئيسية في الحكومة المنتهية ولايتها على إلغاء لقاءاتها الكبرى بعد أن استهدفها الإسلاميون واتهموها باتباع السياسة الأمريكية في المنطقة في السنوات الأخيرة. كما توعد الطالبان الباكستانية طبقا لرسالة منسوبة إلى زعيمها بشن هجمات انتحارية خلال الانتخابات المقررة يوم السبت المقبل في مسعى لتعطيلها. 14,000 عسكري روسي شاركوا أمس في الاحتفال بعيد يوم النصر على ألمانيا النازية بحضور كبار مسؤولي الدولة بعد مرور 66 سنة. استعراض عسكري شبيه باستعراض للقوة نظم في الساحة الحمراء نسبة إلى الجيش الروسي الذي خاض عدة معارك خلال الحرب العالمية الثانية. كانت الجبهة الروسية آنذاك مسرحا لأكبر العمليات العسكرية بها، عمليات انتهت بانتصار الجيش الأحمر على الجيوش النازية. بهذه الجولة العالمية نأتي إلى نهاية نشرتنا، وإليكم التذكير بالعناوين. رئيس حركة النهضة يستنكر أحداث الشعامبي ويدعو إلى التوقف عن المزايدات. منظمات من المجتمع المدني تنظم تظاهر لمساندة أهالي الجسرين. عالميا الجيش السوري يحاول إعادة السيطرة على مدينة حلب. إلى أن نلقاكم في مواعيد إخبارية لاحقة، لكم منا أجمل التحيات.